فالإمام البخاري رحمة الله عليه لأنه يحفظ كثيرا من الحديث وما جلس كما قلت لكم إلا بعدما ميز الصحيح من الضعيف وكان له ملكة، اسمه اشتهر جدا جدا في الدنيا. لما دخل بغداد، أرجع بي إلى أصل الحكاية اللي كنت بقولها وخرجت منها بهذه الحاشية الكبيرة، لما دخل بغداد وكان مع عادة البغداد آنذاك انتقاص الأفاضل، فعايزين يبينوا أن البخاري ده لا بخاري ولا حاجة ولا له فضل ولا حاجة، فعمدوا إلى 100 حديث من هذه الأحاديث وقلبوا أسانيدها ومتونها، زي ما قلت لكم يجيبوا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخلوه بإسناد آخر غير عثمان، إنما الأعمال بالنيات بإسناد آخر غير عمر بن الخطاب، خلاص؟ ودوا لكل ودوا 10 من الناس كل واحد 10 أحاديث، وقالوا إيه إذا البخاري خلص الإملاء مجلس الإملاء بتاعه كل واحد يلقي عليه 10 أحاديث اللي معاه. فقام الأولاني وقال له ما تقول في هذه الأحاديث؟ حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال البخاري لا أعرفه. الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، تمام 10. يبقى الرجل الأولاني ألقى 10 أحاديث اللي معاه، والبخاري في كل حديثه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا البخاري جاي في ناس كثير جايين للفرجة، ما لهمش يعني في ال، فكل الناس اللي قاعده تقول هو ده البخاري بقى ولا حديث عارفه، كله لا أعرفه لا أعرفه. فالبخاري قل عنده أما 10 أحاديث برضه. قال له ما تقول في الحديث فلان فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ قال له لا أعرفه. فضل يقول 10 بتوعه يقول لا أعرف لا أعرف، 100 حديث البخاري يقول لا أعرفه. أما الفقهاء العلماء فقالوا فطن الرجل، خد بالك. أما العوام قال لك البخاري ده ما أعرفش حاجة، كل حاجة لا أعرفها. فاجأ البخاري الجميع بأنه قال للأول إسنادك الأول المتن بتاعه مع الثالث، وإسنادك الثاني المتن بتاعه مع مثلا الثاني، وإسنادك العاشر المتن بتاعه مع العاشر، حتى رد الأسانيد إلى متونها. يقول الحافظ ابن حجر ليس بغريب أن يعرف البخاري الصواب، وده يعرفه كثير من الناس، عشان كده العلماء قالوا فطن الرجل، عرف، قالوا البخاري فهم وما وقعش في الفخ. ليه؟ هم عارفين إن في غلط في الرواية. هذا ليس بعجيب أن يعرف البخاري الصواب، لكن العجيب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه في الحال. لما يقول له إسنادك الأول المتن بتاعه مع الثالث اللي هو الحديث كذا كذا، حافظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه 100 حديث. فما قام البخاري من المجلس حتى أذعنوا له بالفضل.